Moreno. يا بيبي، أنت شخصية عامة وثروة وطنية. أنت كذابة. هاو؟ بدل ما تقولين مبروك للشيخة مرزوقة، هذا ردس لشيخة مهرة. واللاعب الجديد يقعد على الدكة حتى لو كان ميسي. زي ما قلت لك، مهاتير صديقي من سنين وصار له مشكلة مع الحكومة الهندية ويبي يبيع المزرعة. طبعاً إنتاجها من العود أكثر من رائع وسعرها جداً ممتاز. ها، تبينها؟ طبعاً، إيه أبيا. أجل اسرعي قبل يصل الخبر للتجار الثانيين ويزيدون في سعرها. طيب، أخوانك يدرون عنها؟ طبعاً لا، قلت أنا وإنتي نتشارك فيها، إحنا أولى يا مرزوقة. لا يا قلبي، حلال عليك. يعني ما تبين شراكتي؟ يقولون إذا بغيت تخسر صديقك شاركه، وأنا ما بأخسرك يا قلبي وروحي أنت. وهالحين ألف مبروك. لا لا والله ثم والله ما يأخذها غيرك. معلومة تسوى مليون ريال. يا بنت تكلمي وش تحترين. كانت تحب زميل لها في البعثة. أيوة، وناصر ما يعرف شيء عن هالموضوع. طيب، واللي جاب المعلومة وشون عرف إن ناصر ما يدري؟ المعلومة هذه من الشخص اللي كان يحبها شخصياً، وفرح تقول جابتها منه. كملي كملي، الموضوع صار يحمس، كملي. لأني فقير طال عمرك، أبوها غصبها على ولد خالتها الغني. معليش يا حسين، الفقراء دائماً ما لهم حظ، وأنا بيوم من الأيام كنت فقيرة وأفهم الإحساس ده زين. أيام الله لا يعيدها. لغتني بنفسها، قالت لي ما أقدر أواجه أبوي ولا أقدر أقول له لا، وقالت لي إن علاقتنا هذه لازم تكون بالسر. تصوري بعد علاقة حب 4 سنوات وبعد كل ذيك الوعود. شكلك للحين ما نسيته. ولين أموت. طيب إذا تطلقت بترجع له؟ لو صار هذا الشيء أكيد بترجع لروحي، بس خلاص كل شيء انتهى. أنت رجل عظيم ونادر بهالوجود. أنا مجرد واحد من هالعشاق المساكين. لا تشيل هم، وأوعدك أني بحولك إلى رجل كل بنت تتمناه. بقول لكم خبر سعيد جداً جداً. انخطبتي؟ من هو سعيد الحظ؟ عاد انتي ما تطيحي الا واقفه، اكيد شيخ. طبعا شيخ، بوه احد يقدر يقدم لخطيبته خاتم قيمته 1,000,000 دولار. شيخ، وما هو باي شيخ، الشيخ عبد الكريم، رائد في شركات الطيران الخاص. انتي كذابة. هاو؟ بدل ما تقولين مبروك للشيخة مرزوقة، هذا ردس لشيخة مهرة. زوجي الشيخ مستحيل يفكر في واحدة مثلك. لا يا عيوني، فكر ثم قدر ثم قرر. هذا هو عندك، اسأليه. الكلام صار بيني وبينه آخر مرة لما كنت أنا وياه بالشرقية. الحلال، انت مجمعين علينا البادي جارد والسكيورتي والامن. والله لو احنا بحرب. فيصل خلاص اطلعوا روحوا. ايه يا بيبي،
أنت شخصية عامة وثروة وطنية وحسودينك كثار، وأنا من اليوم ورايح أبتولى حمايك. يا بعد قلبي، ألف 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 مبروك علينا. الله يبارك بك. بس أنا ما راح تتهنى فيه، وحقك أنا راح أخذه. لا تسوي شيء ناصر، إياني وإياك تتصرف من رأسك. أما دي القروية أنا بعرف زين كيف أتعامل معها. المهم تقومين بالسلامة يا خالتي، إن شاء الله المرض في عدوتك. طيب يلا خلوني الحين لحالي لو سمحتم. يلا تبغى شيء ما؟ أصل النهاردة الخميس يعني، وعلى حسب التقسيمة النهاردة ليلتي. أنت ما عندك نظر؟ ما تفهمي أبداً؟ ما أنت شايفة في لاعب جديد دخل بالفريق؟ لا يا حق، الحق حق، وأنت عودتنا على كده، واللاعب الجديد يقعد على الدكة حتى لو كان ميسي. عاوزان قاعد ميسي على الدكة ولاعبك يا مجدي عبد الغني. من يوم ورايح التشكيلة اتغيرت، فاهمين ولا لا؟ والحين شلون صارت التشكيلة يا مريو؟ اسمع مورينا، التشكيلة صارت كالتالي: 4-2-4. بوم! شنو هذا؟ شنو هذا؟ تفضل يا عمرنا. لا لا قدامي يا حبيبتي، الله يطول عمرك. شوي شوي يا عمري، تفضل تفضل تفضل. شوي شوي. يا سلام. أربعة اثنين أربعة، جايب راس حربة ذا. بقولك يا حبيبتي انت وهي، على فكرة الست دي انا مش مستريحة لها، وشكلها كده هتاكل الجو كله مننا. من زينها عاد، باكر يمل منها مثلها مثل غيرها ويطلقها. لا والله ما حذرتي، هذه مرزوقة اللي ما قد تزوجت رجال إلا وقشطتها. يا ساتر يا رب، على رأي المثل اللي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. يا جماعة اصبروا لين تشوفون خيرها من شرها. خير إن شاء الله. أنت وش مقعدك بين الحريم؟ يلا على غرفتك. أنا مش قلت يما ولا كلمة. صاحب تقلي موقفك معانا، في كلام كبار ما يصحش تسمعيه. يلا امشي من هنا. يلا اسمعوا، لازم نشوف خطة الطوارئ وبسرعة قبل لا يستفح الأمر العدو.